صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا لمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هل أو للعطف أم للتخيير؟ نعم، الظاهر أنها للجمع، أنها للجمع، ما هي للتخيير ولا للعطف، إنما هي للجمع بين الصفتين بمعنى الواو، بمعنى الواو، لأن الواو تأتي، لأن أو تأتي لمعاني، منها التسوية، منها التسوية بين الشيئين. نعم.